بكسب موظف انا المطلع. برضو انا مش عايزة قلة يعني الحقيقة السمعة الموظف الحكومي او الكلام دايما مواش بيت، ولكن احنا بنقول انه القلة مش عايزينها هي اللي تؤثر على المجتمع. لدينا الكثير من المتميزين، لدينا الكثير من الكفاءات والخبرات الموجودة في الجهاز الحكومي اللي احنا محتاجين ان احنا نسلط قصص النجاح زي ما بننتقد، احنا محتاجين ايضا نتكلم عن قصص النجاح. فجائزة مصر للتميز المؤسسي دي هتبقى تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. احنا انتهينا من كل يعني الإطار المؤسسي الخاص بيها، هنطلقها ان شاء الله في خلال شهر، هنتكلم عليها، استعنا بأحدث الخبرات اللي موجودة في الدول المتقدمة لهذه الجوائز اللي موجودة ايضا في دبي. دبي بقى لها 20 سنة بتعمل جائزة التميز المؤسسي بحيث انها تبقى على اعلى درجة من الحرفية، على اعلى درجة من المصداقية والموضوعية في اختيار سواء كان الموظف او الوحدات التي تقدم خدمات للجمهور، لانه زي ما بقول التحفيز شيء مهم جدا. برضو بنطلق حملة موظف حكومي وافتخر لرفع الروح المعنوية لدى كل العاملين في الجهاز الإداري، لأن الحقيقة هناك يعني أنا بلتقي بعدد كبير منهم، هناك عناصر متميزة جدا جدا، هناك كفاءات داخل حتى يعني أنا بلتقي بشباب وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، حقيقة عناصر واعدة وكفاءات كبيرة جدا، وشباب الحقيقة واعد ويفرح موجود داخل وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، بالإضافة طبعا يعني الشباب موجود في الوزارات والأجهزة في الدولة المختلفة.